فادي، شقيقك شوقي علوش استشهد بتفجير مرفق بيروت، ورغم ذلك ولا مرة شفناكم مع أهالي الضحايا. ليش؟ وبرأيك هل رح يجي يوم ونعرف الحقيقة؟ استشهد، صحيح استشهد الله يرحمه. ما عم نكون بس عم بتكون العيلة تاعت المرحوم هني عم ينوجدوا أكثر شيء، وهني ما بحبوا يطلعوا كثير على الإعلام، بس عم بيكونوا موجودين بكل شيء اسمه، بكل شيء يعني. برأيك رح يجي يوم ونعرف الحقيقة؟ إن شاء الله، وأكيد إن شاء الله بده يجي يوم ونعرف الحقيقة، وبتمنى إنه هالشيء يصير. فادي، إذا بدي أقول لك اليوم وجه له رسالة لشوقي، شو بتقول له؟ الله يرحمه، وما فينا نقول له إلا الله يرحمك وتكون شهيد. ما فينا نقول له إلا الله يرحمه.